السلام عليكم، ازيكم يا طلبة جونيور 5؟ أتمنى تكونوا ذاكرتوا كونسبت 2.2 كويس وحلتوا عليه، علشان احنا دلوقتي هنبدأ بآخر كونسبت معانا اللي هو كونسبت 2.3. يلا بينا نبدأ ونشوف هو بيتكلم عن ايه. كونسبت 2.3 بيتكلم عن comparing changes in matter، يعني مقارنة المادة والتغيرات اللي بتحصل فيها. طبعا من الصورة اللي عندنا واضح كده ان احنا هنتكلم عن الووتر سايكل، او اللي هي دورة المية، ان المية بتتبخر وبعدين بيحصل لها ايفابوريشن، وبعد كده بتطلع فوق وترجع بيحصل لها كوندنسيشن اند بريسيبتيشن اند كوليكشن، يعني بتبدأ بخار وبعدين ترجع مية تاني، بخار وبعدين ترجع مية تاني. يلا بينا نشوف هنتكلم عن الموضوع ده ازاي. طبعا ده سامري او تلخيص بالعربي من كتاب سلاح التلميذ لمحتوى الكونسبت ده، ممكن تقروها لو تحبوا تقروها بالعربي او عشان يساعد البيرنتس شوية معانا. طيب، وده الفوكاب كله برضو اللي يحب يحفظه، هو مصدره المعاصر طبعا. طيب يلا بينا نبدأ ونشوف بنتكلم عن ايه. comparing changes in matter، يلا بينا نشوف التغيرات اللي بتحصل للماتر أو المادة اللي حوالينا. فبيقول هنا matter can be changed from one state to another without any change in its amount, mass and total number of particles. يعني المادة ممكن تتغير من شكل لشكل تاني من غير ما يتغير كميتها ولا وزنها ولا عدد الجزيئات بتاعتها. طب ازاي هتتغير؟ ممكن تغير مين؟ نغير الشيب، ممكن نغير فوليوم على حسب. طب يلا بينا نشوف التغييرات دي اللي هي زي ايه. زي مثلا ميلتينج، ان احنا نعمل ميلتينج. يعني ايه كلمة ميلتينج؟ يعني يسيح، ينصهر. ميلتينج it is a process in which a matter is changed from solid state to liquid state when its temperature increases. طب ده شبه مين؟ like the melting of ice، يعني شبه لما التلج بيسيح، change from solid to liquid. طيب the thermal energy affect the state of matter، يعني ده يعني الطاقة الحرارية دي بتغير من حالة المادة. طيب احنا عندنا دلوقتي ال changes كلهم عبارة عن نوعين. ايه هما النوعين؟ عبارة عن physical and chemical changes. طيب زي ايه؟ physical changes دي ان الشيب بس بتاع الماتر هي اللي يتغير، لكن ال properties او خواصها او نوع الماتيريال نفسها ما تتغيرش. لكن الكيميكال ده بينقل لنا المادة، بيحولها من شكل لشكل تاني خالص، ومن مادة لمادة تانية خالص. طيب يعني ايه؟ physical changes examples like breaking glass، لما الإزاز يتكسر. طب الإزاز اتكسر، طب ما هو لسه إزاز. mixing candles، لما أخلط الشمع، ما هو لسه شمع. shredding paper، لما أقص الورق، طب ما هو لسه ورق، وهكذا. لكن chemical changes دي زي burning wood مثلا، burning wood ده يعني الوود ده change into carbon، تحول لكول، فحم اسود. او مثلا rotting fruit، لما الفاكهه تعفن، ده برضو تحولت لماده تانية، بدل ما كان طعمها حلو طعمها وحش، معفن، وحاجات تانية كتير. طيب states of matter احنا عارفينها، solid liquid gas، وعارفين انها ممكن تتغير، تتحول من سوليد، من ايس مثلا لووتر او لفيبر، باي هيتنج او باي كولينج. طيب عندنا بقى في حاجه اسمها ميكتشر. ميكتشر ده اللي هو المخلوط، ان احنا ممكن نخلط حاجه بحاجه. It is a matter formed of two or more materials that don't combine chemically، يعني بخلط مادتين مع بعض واقلبهم مع بعض بس من غير ما يتفاعلوا مع بعض كيميائيا ولا يتغير التركيب بتاعهم. زي لما بعمل فروت سلطه، سلطه فواكه، طب ما هي لسه فاكهه زي ما هي طعمها حلو خالص. طيب the total mass of substance after mixing is equal to their total mass before mixing even if their properties changes. يعني هو عايز يقول ان حتى الماده لما بتسيح مثلا، ده الماس بتاعتنا او وزنها او تقلها قبل ما تسيح هي زي بعد ما سيحت. يعني انا جبت دلوقتي مثلا كيلو سمنة، وكيلو السمنة ده كيلو سيحته بقى، ساحه بقى شبه الزيت. هل هو مش كيلو؟ لا، هو لسه كيلو زي ما هو، بس هو كان سوليد بعد كده تحول لليكويد.
في حاجة اسمها ديسالينيشن. ديسالينيشن ده ان هو تحلية مية البحر، وده يعتبر فيزيكال تشينج، لان هو المية هي مية، يعني بياخدوا مية المحيط اللي هي المالحة ويسخنوها فتتحول لفريش ووتر، تتبخر يطلع المية ويفضل الملح. تمام كده؟ يبقى دلوقتي كده الديسالينيشن ده بيعملوه في الأماكن اللي مش جنب نهر النيل مثلا زينا، بس جنب بحر، فياخدوا مية البحر المالحة ويحولوها لفريش ووتر، مية عذبة، عشان يعرفوا يشربوها. لحد هنا ده المحتوى بتاع ده ملخص كده للمحتوى بتاع الكونسبت ده. دي كل الساينتفك تيرمز الموجودة، ودي كل الجيف ريزونز اللي موجودة بالانسر بتاعتها، وده الوات هابنز برضو بالانسرز بتاعتها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. طبعا كل الصفحات اللي بوريها لكم بالطول دي ممكن تاخدوها سكرين شوت وتحفظوها وتذاكروها. طبعا حلوا كل الاسئله بتاعه الكونسبت ده، سواء من المعاصر او بني او اي سورس تاني معاكم. لكن كده احنا خلصنا تلخيص للمنهج كله. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انتوا تبقوا شاطرين ومتفوقين، وتحلوا بقى الفول اكزامز، الامتحانات الكامله اللي موجوده في اخر المعاصر مثلا. ولو احتجتوا اي حاجه مني مش فاهمينها او عايزينها تتعاد في فيديوز تانية، اكتبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم ان شاء الله، او ممكن نحل مع بعض على زوم لو تحبوا. اشوفكم ان شاء الله بقى مع منهج الترم التاني. باي باي.